معنا في استوديو 14، استوديو 14 تهنئ الفريق الوطني الجزائري لتأوله على فريق الكوت ديفواري بثلاث أهداف مقابل اثنين، مقابلة شيقة كما شاهدتم. الفريق الوطني الجزائري بذل مجهود كبير، فنيات كبيرة، فنيات معتبرة، فرحنا لها وفرح لها كل الجمهور في داخل الوطن وخارج الوطن كذلك. وبدون إطالة سوف نتابع لقطات من الجمهور في لندن، ونشكر فريق ونشكر جمهور لندن وجمهور هونسلو اللي شجع بدون حدود الفريق الوطني تاعنا، وكل شيء مبروك. وبدون إطالة إلى هونسلو لنتابع هذه اللقطات من الفرحة. كل شيء مبروك علينا. 1 2 3 فيفا لاجيري، والسلام عليكم. Thank you.
نبدا فريق ان شاء الله ربنا انجليز ربنا انجليز ان شاء الله ان شاء الله يلا 1 2 3 في مالاجي مازال واحد ان شاء الله مازال واحد ان شاء الله واحد يكفيهم الفرح وديار قاعد فرح السلام عليكم يا رب ان شاء الله الزوج اليوم ان شاء الله الزوج واحد ان شاء الله